بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أبنائي وحبايبي طلاب وطالبات الصف الخامس الابتدائي ومتابعينا الأفاضل من كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم حسام أبو أنس، أرحب بكم في درس جديد من دروس مادة التربية الدينية الإسلامية للفصل الدراسي الأول. لكن فضلا لأمرا لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات ليصلكم كل جديد لدينا على القناة، واضغطوا إعجابا وتعليقا دعما لنا لنستمر في نشر المزيد من الفوائد. في صندوق الوصف أو في أول تعليق تجدون روابط مهمة لخمسة ابتدائي، منها رابط كورس النحو الذي قدمناه هنا على القناة، ورابط دروس اللغة العربية والتربية الدينية الإسلامية، ورابط جروب التليجرام الذي نرسل عليه واجب الحصة. يلا بنا يا حبايبي نشوف معانا درس إيه. معانا أول درس من دروس العبادات في المحور الأول، مكانة الصلاة وحكمها. مكانة الصلاة وحكمها، هنتعلم فوائد عظيمة جدا جدا عن الصلاة. عايزين كده نركز مع بعض علشان عندنا أسئلة كتير ومعلومات كثيرة. خصوصية الصلاة، يعني إيه خصوصية؟ يعني إيه الحاجات اللي تخص الصلاة بعيد عن الحاجات التانية خالص، عن العبادات التانية؟ تعالوا نشوف. الصلاة واحدة من أخص العبادات، يعني من العبادات التي لها ميزة عن سائر العبادات الأخرى، هي من أخص العبادات بيننا وبين الله تعالى، فما نقوله في الصلاة لا نقوله لأحد سواه عز وجل، وما نفعله فيه أيضا، فلا نركع ولا نسجد لأحد سواه، وهذا تكريم وعزة للمؤمن. من أخص العبادات، يعني ما ينفعش العبادة دي تعملها لغير الله عز وجل. فأي حاجة تقال في الصلاة لله تعالى ما ينفعش أقولها لحد تاني من البشر مهما كان، حتى لو كان نبي. ركوع، سجود، تكبير، تسليم، دعاء، كل ده بنعمله في الصلاة، ما ينفعش نعمله مع أي حد تاني غير ربنا سبحانه وتعالى. قال الله تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. والصلاة هي العبادة الوحيدة التي فرضت على المسلمين من غير وحي. يعني إيه؟ يعني كان سيدنا جبريل بينزل على سيدنا محمد ويعلمه الزكاة بتكون إزاي، ويعلم سيدنا محمد الصوم بيكون إزاي، وهكذا. لكن الصلاة هي العبادة الوحيدة اللي فرضت من غير ما ينزل سيدنا جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى هو من بلغها للرسول صلى الله عليه وسلم، والوقت ده كان في ليلة الإسراء والمعراج، عندما صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السماء العليا حتى كان قاب قوسين أو أدنى من عرش الرحمن، وربنا سبحانه وتعالى هو من كلم سيدنا محمد وأبلغه بفرضية الصلاة. وهذا كله يدل على منزلتها وفضلها. يلا كده ناخد سؤال: متى فرضت الصلاة وعلى ما يدل ذلك؟ فرضت الصلاة في ليلة الإسراء والمعراج. في ليلة الإسراء والمعراج يدل ذلك على إيه؟ على منزلتها وفضلها. منزلتها وفضلها. يقول لك العبادة الوحيدة التي فرضت بدون وحي أو من غير وحي هي إيه؟ هي الصلاة. تمام؟ يلا نكمل يا أبطال. معنى الصلاة. الصلاة من معاني الصلاة الدعاء. لما أنا أقول لك إيه؟ صلى الله عليه وسلم، أنت كده بتدعو للنبي صلى الله عليه وسلم. يبقى من معاني الصلاة الدعاء، والدعاء فيه نداء، وكأن الله عز وجل يدعونا للقائه خمس مرات في اليوم والليلة. يعني احنا بنصلي لله عز وجل كم مرة في اليوم والليلة؟ خمس صلوات، هنتعرف عليهم بعد كده ان شاء الله بالتفصيل.
لنكون على وصال به سبحانه وتعالى طيلة يومنا، يعني تغيب كم ساعة وترجع لربنا تصلي وتدعي له، فقلبك يقترب إلى الله سبحانه وتعالى. تنشغل كم ساعة وترجع لربنا سبحانه وتعالى تاني، ثم تنشغل في عملك ومذاكرتك ودروسك، ثم تعود إلى الله عز وجل. كم مرة؟ 5 مرات. دي الخمسة المفروضة في اليوم والليلة، لكن فيه صلوات تانية بتقربنا إلى الله سبحانه وتعالى. إيه هي؟ تعالوا ناخد أمثلة. كذلك في أوقات فرحتنا شرعت إيه؟ صلاة العيد. بعد ما بتفرح إنك صمت خلاص رمضان وخلص رمضان، فأنت عايز تفرح بإنك قضيت عبادة لله عز وجل، فربنا بيفرحك وبيعطيك صلاة إيه؟ العيد في وقت فرحتك، علشان تقترب إلى الله في وقت الفرحة. ومع تبدل الأحوال الكونية من كسوف للشمس وخسوف للقمر، الكسوف للشمس وخسوف القمر دي ظاهرة كونية ربنا سبحانه وتعالى جعلها لتخويف العباد، فعند الخوف نلجأ إلى الله سبحانه وتعالى بصلاة اسمها صلاة إيه؟ صلاة الكسوف وصلاة إيه؟ الخسوف، ولها كيفية معينة ليست كباقي الصلوات. كما في تغير أحوالنا الحياتية، لما حالتك النفسية تتغير، انت في احتياج الى شيء معين، محتار، صلي صلاة استخارة. طيب انت بترجو من الله سبحانه وتعالى حاجة نفسك تعملها، صلي صلاة قضاء الحاجة. شفت بقى كل احوالك فيها صلوات، لان الصلاة هي اللي بتقربك لربنا سبحانه وتعالى، تخلي قلبك كده نظيف وطاهر وايه، وتطلب من ربنا، ربنا يعطيك. تعالوا نشوف بقى معنى الصلاة. معنى الصلاة في الشرع اللي احنا بنصليها: فالصلاة عبادة مخصوصة تبدأ بالتكبير وتختتم بالتسليم. لازم تحفظ العبارة دي، الصلاة عبادة مخصوصة، يعني هي لله عز وجل مش لحد تاني. تبدأ بإيه؟ أبدأ الصلاة بالتكبير، الله أكبر، وتختتم بإيه؟ بالتسليم، السلام عليكم ورحمة الله. تمام؟ تأكيدا لخضوعنا وتسليمنا لله عز وجل. يبقى الصلاة غايتها إنك تخضع وتسلم لربك سبحانه وتعالى. سجودك وركوعك ده خضوع واستسلام لربنا، ودي هي أفضل أوقات العبادة لله عز وجل. تعالوا ناخد سؤال يقولك إيه، ما معنى الصلاة في اللغة؟ الصلاة معناها إيه؟ الصلاة معناها إيه في اللغة؟ معناها الدعاء، معناها إيه؟ الدعاء. تمام؟ طيب كم عدد الصلوات في اليوم والليلة؟ عدد 5 مرات، 5 مرات في اليوم والليلة. سؤال كمان: ما معنى الصلاة في الشريعة؟ معنى الصلاة في الشريعة عبادة مخصوصة تبدأ بالتكبير، احفظ الكلمة دي، تمام، وتختتم بالتسليم، تأكيدا لخضوعنا وتسليمنا لله عز وجل. مكانة الصلاة وأهميتها: للصلاة مكانة خاصة تختلف عن بقية العبادات. تعالوا شوف بقى المكانة الخاصة دي المختلفة عن باقي العبادات. أول حاجة في أهمية الصلاة أنها أحب الأعمال إلى الله. يعني شوف كده السؤال يقول لك إيه، ما الدليل على أهمية الصلاة؟ أو أذكر مثلا عدد 3 4 5 مما يدل على أهمية الصلاة. هنقولهم الخمسة مع بعض. أول حاجة أحب الأعمال إلى الله هي إيه؟ هي الصلاة، كما قال صلى الله عليه وسلم حين سئل عن أفضل الأعمال. إيه أفضل الأعمال؟ أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال الصلاة على وقتها. طبعا في أعمال تانية كانت أولهم إيه؟ الصلاة على وقتها. يبقى الصلاة من أهميتها أنها أحب الأعمال إلى الله تعالى. رقم 2، الركن الثاني من أركان الإسلام. خد بالك الركن الكام؟ الثاني، بعد إيه؟ بعد الشهادتين، لقوله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، كده 1، إقام الصلاة ده الركن الثاني، إيتاء الزكاة، حج البيت، وصوم رمضان. رواه البخاري ومسلم. الأحاديث عندنا حفظ، الأحاديث حفظ. رقم 3 من أهمية الصلاة أنها تنهى الإنسان عن فعل الفحشاء والمنكر. الفحشاء والمنكر اللي هي الأعمال السيئة اللي بتبعدنا عن الله عز وجل، الصلاة بتنهي عن كده. شو بيقول لنا إيه؟ لأن من يقيمها ويتم أركانها وشروطها
يبقى هنا فيه شروط. عايز الصلاة تبعدك عن الفحشاء والأعمال السيئة، يبقى أنت لازم تقيم الصلاة بإيه؟ بالأركان بتاعتها، بالشروط بتاعتها، يعني تصلي صلاة صح، تقيم الصلاة، أديها كاملة الأركان بخشوع. إيه اللي يحصل؟ يستنير قلبه ويزداد إيمانه وتقوى رغبته في الخير وتضعف رغبته في الشر. قال تعالى: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. طيب سؤال يقول لنا: لماذا لا تسقط الصلاة على العصاة؟ على العصاة، يبقى ممكن نقول إيه؟ لتكون فرصة للتوبة، ولأن من يقيمها ويتم أركانها وشروطها يستنير قلبه، يزداد إيمانه، وتقوى رغبته في الخير، يعني إيه؟ رغبته في عمل الخير يبقى قوية جدا، عايز يعمل خير، وتضعف رغبته في الشر. رقم 4 من أهمية الصلاة: فرصة متكررة للتنقية من الذنوب وآثارها. كلنا طبعا عندنا ذنوب وأعمال سيئة، طيب إيه بقى اللي هينقي ذنوبنا دي ويمحوها؟ هي الصلاة. يبقى الصلاة فرصة متكررة للتنقية من الذنوب وآثارها، فمن فضل الله عز وجل علينا أن جعل الصلوات مكفرات لما بينها من صغائر الذنوب. صغائر الذنوب اللي هي الذنوب بقى الصغيرة اللي بتحصل مثلا وانت في المدرسة، وانت ماشي في الشارع، وانت بتتكلم مع حد، تغلط غلطة، تتكلم كلمة، تنظر نظرة، كلها فيها ايه؟ حاجات سيئة كده صغيرة. فربنا سبحانه وتعالى لما تروح تصلي ربنا ايه؟ يمحو لك هذه الذنوب بايه؟ بالصلوات. نسمع بقى الحديث كده ونحفظه لانه مهم جدا. الصلوات الخمس، الصلاة الخمسة اللي هي الخمسة اللي احنا ايه؟ هنتكلم عنهم ان شاء الله الحصص القادمة. والجمعة إلى الجمعة، صلاة الجمعة إلى الجمعة، ودي فرض كل جمعة فرض، تمام؟ كفارة لما بينهن ما لم تغش الكبائر. الكبائر اللي هي الذنوب الكبيرة بقى اللي مثل القتل. يبقى نقول تاني: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن ما لم تغش الكبائر. رقم 5 من أدلة أهمية الصلاة: وسيلة للإعانة في أوقات الحزن والتعب. وقت ما أنت تعبان، وقت ما أنت حزين، وقت ما أنت محتاج، متأثر، فيه مشكلة، فيه مصائب، الصلاة هي اللي هتحل لك المشاكل دي كلها. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. يلا آخر حاجة حبايبي وبعد كده نروح للأنشطة. حكم الصلاة يعني هي سنة ولا فرض ولا يحاسب عليها العبد ولا إيه بالظبط؟ تعالوا نشوف. لهذه الفضائل كلها وغيرها فرض الله تعالى الصلاة على كل مسلم عاقل بالغ. يبقى لما يجي لك سؤال ويقول لك إيه على من فرضت الصلاة، اقول له خد بالك الصلاة فرض. الصلاة ايه؟ فرض. يقول لك مثلا الصلاة سنة، اقول له غلط، الصلاة مستحبة. لا غلط، الصلاة فرض يعني يحاسب عليها الانسان. طيب فرض على مين بقى؟ على كل مسلم عاقل بالغ. خلاص مش انت مسلم مؤمن بالله عز وجل، يبقى تجب عليك الصلاة. رقم 2، عاقل يعني تعي وتفهم وتقدر، عارف أركان الصلوات وعارف سنن الصلاة وعارف كل ده، يعني مش مجنون، بالغ يعني كبير السن. البلوغ ده بعد مرحلة ايه؟ الطفولة. يبقى الصلاة تجب على مسلم عاقل بالغ. طيب على الطفل الصغير قوي؟ لا تجب عليه، بس احنا لازم نعلمه وندربه علشان اول ما يبلغ يحصل ايه؟ ان هو يكون الصلاة سهلة عليه وحابب الصلاة، وكأنه سبحانه وتعالى أراد أن يفرض على الإنسان ما فيه نفعه في الدنيا والآخرة. فلا تسقط الصلاة عن المكلف لأي سبب كبقية العبادات. فالمريض يسقط عنه الصوم في رمضان، وغير المقتدر ماديا تسقط عنه فرضية الزكاة. نقول تاني الحتة دي، يعني
الصلاة لا يمكن أبدا أبدا تسقط على الإنسان حتى الموت. خلاص كده؟ طيب واحد مريض، المريض ده ممكن يسقط عنه الصوم، نقول له لا ما دام انت الصوم هيضرك ما تصومش. غير المقتدر ماديا، واحد عاوز يزكي بس هو معوش فلوس، نقول له لا خلاص ما تزكيش، الزكاة على المقتدر. غير المقتدر ماديا او صحيا يسقط عنه الحج، واحد ما معوش فلوس يروح يحج، نقول له خلاص ما تحجش، مع ان صوم رمضان والزكاة والحج دي فرض زي الصلاة، ولكن الصلاة ايه تفرق عنهم فانها لا تسقط ابدا. طيب تعال نشوف بقى لو مريض هيعمل ايه. فان كان المكلف مريضا ولا يستطيع القيام للصلاة يصلي قاعدا. واحد ايه مريض مش قادر يقوم ولا يستطيع القيام، يصلي عامل ازاي وهو قاعد؟ وان لم يقوى على القعود يصلي مضجعا، يعني نايم كده على جنبه، يصلي مضجعا او على جنبه، مضجعا يعني زي اللي نايم تمام او متكئ كده على جنبه. وان لم يستطع الحركة، ما بيقدرش حتى يحرك جنبه ولا يحرك جسمه، برضو لا تسقط الصلاة. هيصلي ازاي؟ يومئ برأسه ويذكر بقلبه. شوف حتى لو مش قادر يحرك لسانه يذكر بقلبه، يومئ برأسه يعني كأنه رأسه كده يحركها في عند السجود او عند الركوع عند التسليم، يحرك ايه؟ يحرك رأسه يمين، يحرك رأسه شمال. فوصالنا بالله عز وجل يكون ولو بإشارة وذكر قلبي، لكنه لا ينقطع أبدا، لأن دي صلة، أنت كده بتتصل بربنا سبحانه وتعالى. سؤال: ما الفرق بين الصلاة وسائر العبادات الأخرى؟ هنقول له إيه؟ أن الصلاة لا تسقط أبدا حتى لو كان المكلف مريضا. طيب سؤال كمان: كيف يصلي المريض غير القادر على القيام؟ يصلي إيه؟ يصلي قاعدا، فإن لم يستطع يصلي مضجعا أو على جنبه، فإن لم يستطع يومئ برأسه ويذكر بقلبه. أنت هنا يا أبطال، يلا نروح للأنشطة. أكمل العبارات الآتية مما فهمته من الدرس: الصلاة هي العبادة الوحيدة التي فرضت في نقط في ليلة فرضت فين؟ فين؟ في السماء، تمام، في ليلة الإسراء والمعراج. معنى الصلاة في اللغة معناها إيه؟ معناها الدعاء. وفي الشريعة الإسلامية عبادة، تمام، مخصوصة تبدأ بإيه؟ بالتكبير، تنتهي بالتسليم. الصلاة تؤكد إيه؟ خضوعنا طاعتنا وتسليمنا لله عز وجل. ممكن تقول خضوعنا وتسليمنا، تمام. أذكر ثلاثة أشياء تدل على مكانة الصلاة وأهميتها. طب إحنا هنقول بقى الخمسة. أول حاجة أنها أحب الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى. اثنين، ثاني ركن في الإسلام بعد الشهادتين. ثلاثة، تنهي عن الفحشاء والمنكر. أربعة، فرصة للتنقية من الذنوب. خمسة، تعين العبد في أوقات الحزن. لماذا لم يمنع الله تعالى العصاة من الصلاة؟ ليه ربنا منعهمش من الصلاة؟ حتى تكون فرصة لتنير قلبه وتغفر ذنوبه وتزيد إيمانه وتقوي رغبته في الخير. ممكن تكمل تقول ايه؟ وتضعف رغبته في الشر. لماذا اوجب الله الصلاة على المكلفين؟ اوجب على المكلفين يعني فرضها، اوجب يعني فرض. طبعا ان الصلاة فيها ايه؟ فيها فضائل كثيرة جدا، وفيها ما ينفع الانسان في الدنيا والاخرة. تخير الاجابة الصحيحة مما يلي: العبادة التي فرضت في السماء هي الصلاة، الزكاة، الصيام، الحج. الصلاة فرضت في السماء. يتحقق للمؤمن في الصلاة السكينة، الطمأنينة، الصلة بربه. كل ما سبق من أحب الأعمال إلى الله: طلب الرزق، الإحسان إلى الجار، الصلاة على وقتها، جمع المال. الصلاة على وقتها. من مكفرات الذنوب: السفر، الصلوات الخمس، الجمعة إلى الجمعة، الثانية والثالثة. احنا أخذناها الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة، يبقى إيه؟ يبقى الثانية والثالثة. اختر الإجابات الصحيحة مما بين القوسين: الصلاة هي الركن، نقط من أركان الإسلام، الأول، الثاني، الخامس. الصلاة هي الركن الثاني.
العبادة الوحيدة التي فرضت على المسلمين من غير وحي: الزكاة، الصوم، الصلاة. الصلاة. المكلف هو المسلم العاقل البالغ، العاقل الصغير، العاقل الطفل. هو المسلم البالغ. فرضت الصلاة في ليلة القدر، الإسراء والمعراج، الهجرة. في ليلة الإسراء والمعراج تبدأ الصلاة بالتكبير وتختتم بالتسليم، التشهد، السجود. تبدأ بالتكبير تختتم بالتسليم وليس التشهد، خد بالك، تختتم به بالتسليم. ضع علامة صح أو علامة خطأ: المؤمن يلجأ إلى الله بالصلاة في العسر واليسر. العسر يعني الأوقات الصعبة، اليسر يعني الأوقات السهلة. العبارة صحيحة. المواظبة يعني الاستمرار على الصلوات الخمس تكفر الذنوب. العبارة صحيحة. لا علاقة للصلاة بباقي أركان الإسلام. لا طبعا خطأ. يعني مثلا ينفع أقول أصلي بس وما عملش باقي الفروض؟ طبعا لا. إذا مرض المسلم سقطت عنه الصلاة. العبارة خطأ. لا تسقط الصلاة أبدا. الصلاة من أخص العبادات بين المسلم وربه. العبارة صحيحة. الصلاة على وقتها من أحب الأعمال إلى الله تعالى. العبارة صحيحة. الصلوات مكفرات لما بينها من كبائر الذنوب. من كبائر الذنوب، لا، احنا قلنا ايه؟ صغائر الذنوب. اما كبائر الذنوب فيها توبة تانية وتفاصيل اخرى. تسقط الصلاة عن المريض الذي لا يستطيع القيام. العبارة خطأ. لا تسقط، لا تسقط. الصلاة تؤكد خضوعنا وتسليمنا لله عز وجل. العبارة صحيحة. صوب ما تحته خط في الجمل الآتية: تختتم الصلاة بالتشهد. بالتشهد؟ لا، ما نقول إيه؟ بالتسليم. تختتم الصلاة بالتسليم. تسقط الصلاة عن المريض، نقول له لا تسقط، لا تسقط. شرعت صلاة الحاجة للتعبير عن فرحة المسلمين. صلاة الحاجة؟ لا طبعا، أما صلاة إيه؟ صلاة العيد. الصلاة هي الركن الأول للإسلام. تمام، أحسنتم يا أبطال. الركن الثاني. تبدأ الصلاة بالتسبيح. نقول سبحان الله يبقى كده بدأت الصلاة؟ لا، أمال بإيه؟ بالتكبير. تمام يا أبطال. نصل إلى واجب الحصة. هنكتب الواجب عليه اسمنا واسم الدرس ونبعته على جروب 5 المعالي. هتلاقوا الرابط موجود في أسفل الفيديو إن شاء الله، إما في الوصف أو في أول تعليق. في النهاية لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات ليصلكم كل جديد لدينا على القناة، والضغط على الإعجاب والتعليق على الفيديو. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.